بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في سفينة عالم ما تحت البحار. اليوم سأتحدث إليكم عن سمكة الفاكيتا. إن سمكة الفاكيتا أكثر الثدييات البحرية ندرة في العالم. إن هذه السمكة على حافة الانقراض، علما بأنه لم يتم اكتشاف مخلوق الفاكيتا في البحار إلا في عام 1958 ميلاديا، أي ما يقارب 70 عاما من الآن، 60 عاما من الآن. وبعدما يزيد عن نصف قرن، نحن الآن على وشك فقدان سمكة الفاكيتا إلى الأبد. للأسف غالبا يتم اصطياد مخلوق الفاكيتا بشباك الصيد الغير قانونية في المناطق البحرية المحمية في الخليج المكسيكي في ولايات كاليفورنيا الأمريكية. للأسف تم فقدان أكثر من نصف عدد سمكة الفاكيتا في السنوات الثلاث الماضية. الآن سوف أبتدأ بوصف سمكة الفاكيتا. سمكة الفاكيتا لديها حلقة مستديرة كبيرة حول عينيها، وأيضا هناك بقع داكنة على شكل خط مموج من فم سمكة الفاكيتا إلى زعانفها. أما ظهر سمكة الفاكيتا فإن لونه رمادي داكن أي غامق، أما جانبي سمكة الفاكيتا فإنهما رماديي اللون. أما أسفل بطن سمكة الفاكيتا لونه أبيض كبياض الثلج. سمكة الفاكيتا حديثة الولادة، لونها عادة يكون أكثر دكونة. أما بخصوص تواجد سمكة الفاكيتا فأماكن تواجدها بالقرب من المياه الضحلة في الخليج. معلومة عن سمكة الفاكيتا، عادة يسبحون بسرعة عند اقتراب أي قارب منهم. شكرا لكم على استماعكم، وفي أمان الله وحفظه ورعايته.